سائل يقول: ما تفسير قول الله تعالى: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ واضح، ما سبق من ذنبك وما تأخر، يعني أن الرسول مغفور له عليه الصلاة والسلام، ومع هذا قام حتى تفطرت قدماه من طول القيام، فقيل له: أليس الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك؟ لما تفعل هذا؟ وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ أفلا أكون عبدا شكورا؟ نعم.